والآن وقفة مع أخبار الطقس. إليك ليلى. شكرا لكما، ونتحول لأهم أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 25، الصغرى 18، الإسكندرية 24-17، مطروح 25-17، بورسعيد 24-18، الإسماعيلية 26-15، أما السويس 25-15، العريش العظمى 24 والصغرى 17، طابة 25-19، شرم الشيخ 29-20، الغردقة 28-19. في الأقصر درجة الحرارة العظمى 28-16، أسوان 28-17، الوادي الجديد 28-10، حلايب 25-21، وشلاتين 28-21. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.